فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم، اسمع أيها الأخ، قال الله تعالى يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. رب العالمين يقول ذلك جل وعلا: ابن آدم اركع لي 4 ركعات. الله جل وعلا غني عن ركعاتك وغني عن سجودك، ولكن هذا باب خير وفتح خير لك يدعوك إليه رب العالمين، والحديث صحيح ثابت: ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المراد بهذه الركعات 4 فريضة الفجر والنافلة التي قبلها، 2 السنة الراتبة قبل الفجر، وفريضة الفجر تركعهما في أول النهار. كم يحرم أيها الأخ أيها الإخوة من ينام عن صلاة الفجر؟ عندما يقوم كما جاء في الحديث: خبيث النفس كسلانا، أغلقت أبواب الخير وسدت أبواب الرزق، وأول اليوم هو وأول اليوم هو أساسه وزمام اليوم، وهو متنزل الأرزاق ومتنزل البركات. يقول أبو ذر رحمه رضي الله عنه، يقول: أول يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره، فمن لم يمسك أول اليوم بأداء الصلاة ماذا ينتظر في بقية يومه؟ ولهذا من الأسس العظيمة في فتح أبواب الخير على نفسك وعلى الآخرين المحافظة على فرائض الإسلام وأداء واجبات الدين، ويأتي في مقدمة ذلك الصلاة.